لنبدأ بالتفسير فضيلة الشيخ البسامي يسأل هذا السؤال، يقول في قوله تعالى واذكر عبدنا داود ذا الأيدي، وفي الآية الأخرى واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، ما معنى ذا الأيدي وأولي الأيدي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا أثواب حكمتك، اللهم علمنا ما لم نعلم وفهمنا ما لم نفهم واهدنا إلى الطريق الأقوم، إنك أنت العز الأكرم وأنت الرب وأنت الحكم. أما بعد، فإن معنى قول الله تبارك وتعالى واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب، أي ذا القوة، وهذه القوة هي التي كانت تعينه على العبادة وعلى القتال والحرب. فقد أوتي داود عليه السلام من القوة على عبادة الله تبارك وتعالى والدعوة إلى دين الله عز وجل الحق، كما وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم يوما ويفطر يوما، وأنه كان ورد في بعض الآثار أنه كان يقوم نصف الليل. فقد أوتي داود عليه السلام قوة، وهذه القوة تنصرف إلى القوة في العبادة والدعوة إلى الله عز وجل، كما تنصرف إلى القوة بمعنى تدبير شأن المملكة وشؤون الناس وما يتعلق بأمور الحرب والقتال واستقرار أمر المملكة. وفي قول الله تبارك وتعالى في واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، فإن كلام كثير من مفسري السلف رضوان الله تعالى عليهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن جاء بعدهم أن المقصود بذلك أيضا القوة، والمعنى يتجه إلى أيضا معنى القوة في الدعوة إلى الله عز وجل والاجتهاد في أمره والقيام بحقوقه وفي عبادته جل وعلا. وهناك طائفة من المفسرين حملوا هذه الآية الكريمة في وصف إبراهيم وإسحاق ويعقوب على معنى أي أولي الأيدي على معنى الإحسان والنعمة التي كانت لهم على من بعثوا فيهم، وهذا معنى يسمح به السياق أيضا. ولا مانع من أن يكون المقصود هو معنى القوة والتأييد من الله تبارك وتعالى لهم، أي بما آتاهم من تأييده فتقووا بذلك على عبادته جل وعلا وعلى نشر دينه وعلى مواجهة ما كان يلاقيهم به أقوامهم في أمر الدعوة إلى دين الله تبارك وتعالى ومن اجتهادهم في العبادة، و ما يتعلق بفضلهم وإحسانهم الذي تفضل به عليهم ربهم تبارك وتعالى فامتد ليشمل أقوامهم والناس من بعدهم. فلا مانع من أن يكون المقصود هو ما يدل على القوة بالمعنى الأول الوارد في وصف داود عليه السلام أو بمعنى الإحسان والتأييد. وأما قوله أولي الأيدي والأبصار، فالأبصار حملت على معنى البصائر، فالبصر يجمع على أبصار، ويرد في كتاب الله عز وجل وفي اللغة بمعنى البصيرة. فما أوتوا من حكمة ومن سداد رأي ومن توفيق من الله تبارك وتعالى أيضا أثني عليهم به في هذه الآية الكريمة، فهذا هو الذي يتجه إليه المعنى في الآيتين، والله تعالى أعلم. هل له علاقة بقول النبي صلى الله عليه وسلم لبعض نسائه أو لنسائه أسرعكن لحاقا بي أطولكن يدا؟ هذه مسألة كنت أجتنب أن أشير إليها. هل هذا الاستعمال في الآيتين الكريمتين هو على جهة الحقيقة أو على جهة المجاز؟ طائفة من المفسرين يرون أن هذا الاستعمال استعمال مجازي،
لأن اليد تستعمل للدلالة على القوة وتستعمل للدلالة على الإحسان والنعمة. نعم. فوصف داود بأنه كما قال ربنا تبارك وتعالى واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب، فإذا نظر إليه على أنه جمع يد واليد تدل على القوة والتمكن، فهذا استعمال مجازي. وذهب إلى هذا القول طائفة من أوائل المفسرين، يعني من الزجاج والفراء وطائفة من المفسرين الأوائل، وحملوا كذلك قول الله تبارك وتعالى أولي الأيدي. ومنهم من يرى أن هذا الاستعمال ليس باستعمال مجازي، لأن الأيد هنا بمعنى التأييد القوة، من آد يأيد، فالاستعمال استعمال على جهة الحقيقة لا على جهة المجاز، كما قالوا أيضا في قوله تبارك وتعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، فإنهم حملوا الأيد هنا على اشتقاقه من آد يأيد، ومنه التأييد والأيد الذي هو المدد والعون والتقوية والتأكيد. فهذا استعمال حقيقي عندهم، وعلى هذا أيضا طائفة من أوائل المفسرين أيضا. أما ما ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما ورد في مواضع كثيرة فإنه استعمال مجازي، لأنه يقال لفلان يد على فلان أو فلان صاحب أيادي، ويقصد بذلك أنه صاحب كرم وإحسان وتلطف بالناس. وتأتي أيضا من المعاني المجازية لليد هو الوجه، يقال بين يدي الدار أي وجه الدار. وعلى هذا أيضا بعض المفسرين أشار إلى هذا المعنى في قول الله تبارك وتعالى في شأن واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي، أي أولي الوجوه الوجاهة والمنزلة والمكانة، لكن هذا قول يعني ما قال به إلا عدد نادر من بعض المفسرين، وأتى به في سياق ذكر وجوه المعنى، والله تعالى أعلم.